نعم يا بالفعل، هذا الخبر، ربما هذه التسريبات قد فعلا تؤثر على سير العمليات العسكرية. مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك صرح أن الخطط التكتيكية ربما تخضع لبعض التغييرات، ولكن الخطط الاستراتيجية ما زالت مستمرة وعلى حالها. طبعا يقصد في الخطط الاستراتيجية هنا هو الاستمرار، حتى استمرار القوات الأوكرانية في القتال حتى استعادة الأراضي التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الروسية. ولكن بطبيعة الأحوال هذه التسريبات هي أساسا مشكك بها من قبل القوات الروسية، وربما لا تأخذ بعين الاعتبار أي محاولات لتغيير الخطط الأوكرانية، وخاصة أن أيضا تصريحات من قبل القوات الأوكرانية تتحدث عن استمرار العمل على الهجوم المضاد المتوقع أن يكون في نهاية أبريل وبداية مايو. لذلك الهجوم هو قادم لا محالة بحسب التصريحات الأوكرانية، ولكن التعديلات تأتي على مستوى الخطط، على مستوى توزيع الأسلحة، على مستوى التكتيكات العسكرية الآنية وليس الاستراتيجية. وبطبيعة الأحوال طبعا اليوم نجد أن القوات الروسية تعمل على نشر منظوماتها الدفاعية والصواريخ ومنظومات صاروخية على طول جبهات القتال، وحتى استمرارا إلى الجنوب. وفي خيرسون هناك تخوفات أوكرانية من تمركز السفن الحربية الروسية على محيط خيرسون وفي شواطئ البحر الأسود لإطلاق ربما عدد من الهجمات الصاروخية بحسب تصريحات القوات الأوكرانية. لذلك روسيا لا تعتمد كثيرا على هذه التصريحات أو هذه التسريبات بحسب الخبراء، وإنما تضع أيضا هي تكتيكات للهجمات التي يمكن أن تأتي من قبل أوكرانيا والمتوقعة في هذا الهجوم المضاد على كافة الجبهات دون الأخذ بعين الاعتبار الخطط الموضوعة في تلك الوثائق المسربة. نعم آية. مرام، أيضا الوثائق السرية تثبت تجسس الولايات المتحدة على موسكو، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا. طيب، ما هي آخر التصريحات الروسية حول هذه الاتهامات وأيضا الاتهامات الأمريكية بتسريب موسكو لهذه الوثائق؟ نعم آية، بالفعل هذه التسريبات ربما أيضا أثرت على موسكو بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا. ولكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف صرح بأن هذه الوثائق حتى اليوم لم تثبت صحتها، وأنها ربما تكون سببا فقط لتوجيه الاتهامات إلى موسكو بهذه التسريبات، كما اعتدنا على الغرب بحسب تصريحاته أن يقحم موسكو في جميع المسائل وفي توجيه الاتهامات إليها، وخاصة بعد بدء العمليات العسكرية الروسية. ولكن بطبيعة الأحوال نوه بيسكوف أن واشنطن ربما بالفعل قد تقوم بالتجسس على الرئيس الأوكراني، وهذا طبع ربما يوجد في أروقة واشنطن وفي عملياتها الاستخباراتية، واستبعد طبعا بالكامل وجود أي تجسس على روسيا، كون أن روسيا دائما تأخذ في عين الاعتبار جميع الاحتياطات ضد واشنطن أو ضد الولايات المتحدة، وتعلم بأنها ربما تقوم بهذه العمليات، وخاصة أن هناك كان محاولات تجسس سبرانية متبادلة بين الطرفين الولايات المتحدة وروسيا. لذلك ربما لم تفصح موسكو في حال فعلا وجود مثل هذا النوع من التجسس الأمريكي على موسكو وعلى السلطات في موسكو والرئيس طبعا أو الكرملين بشكل خاص، وتستبعد هذا الاحتمال ولا تضع نفسها في هذا الإحراج. هذه التصريحات أيضا شملت طبعا بعض الخبراء يشككون بأن هذه الوثائق أساسا تحتمل المصداقية
كون أنها ربما تكون خطة أمريكية لنشر بعض الزعزعة وعدم الاستقرار والتخوف في داخل أروقة الجيش الروسي. وبالتالي أي معلومة قد وردت في هذه الوثائق هي مشكك بها أساسا من قبل موسكو. نعم يعود إليك مرام. كان هناك مناورات عسكرية صينية جديدة بالقرب من مضيق تايوان تعلق عليها واشنطن اليوم، طيب من خلال طبعا مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، ما هي آخر ردود الفعل الأمريكية تجاه هذه الأفعال الصينية مرام؟ وهل سنشهد تصعيد عسكري على خلفية هذه المناورات؟ نعم آية، بالفعل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي علق بناء على أسئلة قد طرحت في هذا الشأن حول المناورات الصينية. قال بأن أمريكا تسعى لإبقاء التواصل مع الصين لمحاولة التهدئة، وأن الرئيس بايدن سابقا قد تواصل كثيرا مع نظيره الصيني، ولكن اليوم بسبب التوترات ربما هناك انقطاع لهذه الاتصالات، ولكن ربما تكون الفترة القادمة قد تشهد نوعا من هذا التواصل مرة أخرى. وطبعا نوه إلى أن كان هناك تعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية حول زيارة بلينكن التي ألغيت بناء على زيارات المسؤولين في تايوان إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك نوع من إعادة هذا التواصل الدبلوماسي مع الصين. و أيضا تحدث بأن زيارة رئيس تايوان إلى واشنطن هي زيارة عادية لا يمكن أن تثير القلق الصيني الكبير، وخاصة أن هذه المناورات كما صرح هي ردا على هذه الزيارة. وطبعا تحدث بأن واشنطن تراقب عن كثب المناورات الصينية، وحتى الآن لا يوجد شيء يستدعي إلى القلق، وأن واشنطن قد وضعت ربما منظومات أو أسلحتها تكفي لحماية أمنها في منطقة المحيط الهادئ والهندي، وعبر عن أن هذه المناورات هي عبارة عن رد فعل على زيارة رئيس تايوان دون الحديث عن أي قلق يدور في واشنطن وفي تايوان حول تهديدات مباشرة يمكن أن تطرحها الصين. وطبعا يحاول دائما جون كيربي من خلال حديثه الحفاظ على التهدئة المباشرة بين واشنطن والصين خوفا أو ردعا لأي نزاع يمكن أن يحدث بين الطرفين، وهو أمر مستبعد بحسب تصريحاته. نعم آية مرام، الصين تحاول اقتحام فرنسا بمبادرات السلام بين كييف وموسكو اليوم، طبعا على غرار المبادرة التي قدمتها هي الصين أساسا بهذا الشأن، ما هي آخر ردود الأفعال الروسية بهذا الشأن، وهل يمكن لفرنسا أن تقوم بهذا الدور أن تنجح فيه؟ يعني تعقيبا على السؤال آية، ربما فرنسا هي من تحاول إقحام نفسها في هذه المبادرات، لأن ماكرون كما هي العادة يحاول طبعا إظهار فرنسا أن هناك إظهار فرنسا أنها تستطيع زعامة الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تحدث عنه بصريح العبارة كونه قال أو وجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بعدم الانحياز إلى واشنطن وعدم التدخل أو تدخل واشنطن في الشؤون الأوروبية بشكل كامل. وقدم ربما فرنسا كزعيم للاتحاد الأوروبي لربما الوصول إلى الاستقرار الفرنسي، ولكن بطبيعة الأحوال الصين رحبت بأي مبادرة على عكس موسكو. على لسان أيضا بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية صرح بأنه يصعب على فرنسا القيام بأي دور وسيط كونها متورطة بشكل مباشر في الصراع مع في أوكرانيا وتوريد طبعا الأسلحة إلى أوكرانيا ودعمها ودعم كييف في الأزمة الأوكرانية. وبالتالي هنا أيضا
بيسكوف يصرح بأن العمليات العسكرية هي الحل الوحيد على غرار ما جاء في المبادرة الصينية. ورغم ترحيب طبعا روسيا بالمبادرة الصينية، ولكن بطبيعة الأحوال هناك كان تحفظ على بعض البنود التي لم تتطرق إلى المناطق الأربعة التي تم ضمها إلى روسيا. وبالتالي طالما كان هناك فشل في المبادرة الصينية، فلن تكون المبادرة الفرنسية في حال حدوثها وفي حال تشجيع الصين عليها لن تكون لها أصداء داخل أروقة موسكو. وبالتالي ربما هناك استبعاد لدور ماكرون في لعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية الروسية بناء على رفض موسكو لذلك. نعم آية مرام، سؤال أخير كما أسلفتي في الآن طبعا حول هذا الشأن، يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم يقلل من، إن قلنا وصح التعبير، الثقة بواشنطن. طيب هذه التصريحات هل ستلقى استجابة من قبل الحلفاء في الاتحاد الأوروبي؟ آية بداية أبدأ من واشنطن، وفي نفس المؤتمر الصحفي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تحدث أن العلاقات وثيقة مع فرنسا، وأن تصريحات الرئيس ماكرون هي عبارة عن محاولات شخصية ولن تؤدي إلى زعزعة العلاقات الأمريكية الفرنسية. وربما هي رسالة من واشنطن إلى أن خروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي عن مسار الولايات المتحدة الأمريكية ستلقى احتواء من قبل واشنطن، وربما أيضا هي رسالة من قبل واشنطن أيضا إلى الحلفاء الأوروبيين أن واشنطن أو بعدم الرد على هذا الطرح الذي طرحته فرنسا من خلال زيارة ماكرون ومحاولة لاحتواء ماكرون أساسا وإيصال رسالة لأوروبا بأن أي محاولة للخروج من ربما رعاية الولايات المتحدة ستكون خاسرة، وخاصة أن جميع الطروحات التي قدمها ماكرون لم تلقى صدى في الطرف الآخر في الصين وفي روسيا وحتى في أوكرانيا نفسها، كون أن هذه المبادرة هي مبادرة فردية. ما هو مرام المفاجئ، عذرا على المقاطعة، يعني المفاجئ بالأمر عندما تكون الدولة يعني التي تتحدث بذلك هي حليفة يعني اليوم لواشنطن، فهذا الشيء هو الذي فاجأ يعني وأثار ضجة إعلامية كبيرة هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، لذلك تناولناها اليوم مرام. أشكرك على هذه المداخلة. نعم تفضلي أكملي. ربما أيضا هي محاولة بالاتفاق مع الحلفاء الأوروبيين وماكرون لتهدئة الصين، وخاصة على خلفية التوترات سواء في تايوان أو حتى في الأزمة الأوكرانية، وربما أساسا تكون هي بالاتفاق مع واشنطن. وجود مثل هذه التصريحات يعطي طابعا أو طابع الأمان بالنسبة لبكين وبالنسبة لموسكو أيضا في حال تمت طرحها، وخاصة داخل بكين هذا الطرح جاء من دولة أوروبية، وربما يكون بالفعل هو أمر متفق عليه وليس كما يتحدث ماكرون أو يغرد ماكرون لوحده خارج السرب. نعم آية، وذلك أيضا يشير أنه زيارة ماكرون للصين كان لها تداعيات أيضا حول هذه التصريحات. نعم سنكمل غدا مرام، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم، شكرا جزيلا لك.